جميعا. ورسالة الرسل جميعا قد تضمنها قول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الإخلاص لله هو المقدمة لإصلاح كل شيء، وبدون ذلك لا يمكن أن يصلح للناس شيء. أذكر فيما أذكر أنه عندما صعد رجل الفضاء الثاني في أيام الاتحاد السوفيتي، وأظنه تيتوف ليس جيجارين، وعاد من رحلته وعمل له مؤتمر في موسكو، أجاب عن أسئلة السائلين، طلبوا منه أن يصف لهم الرحلة، وصفها وقال لهم: ولكن الذي أدهشني أنني وأنا أدور في الفضاء كما نعلم رأيت الأرض وهي معلقة فوق رأسي، فتساءلت في دهشة: ترى من الذي أبقاها هكذا معلقة في الفضاء؟ يا سلام. فكانت الإجابة: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الأرض المعلقة في الفضاء هذه، هل خاطبنا الناس يوما برسالتنا وفي عصر العلم الذي يقولون عنه أنه عصر العلم؟ تركنا العلم بنتائجه يهبط إلى الأرض لأنه يحيا بجناح واحد، جناح المادية، علما بأننا نقرأ جميعا في القرآن الكريم في سورة فاطر، نقرأ قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن هم العلماء؟ نجد في الآية ما يدل على المراد من العلماء: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. التفتوا بالله معنا، موضوعات التي ذكرت في الآية ليس منها موضوع واحد عن الفقه ولا عن أصول الفقه ولا عن ولا أبدا، موضوعات كلها في الكون. أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب مختلف ألوانه كذلك. التقدم العلمي الذي نراه أمام أعيننا ضجع وتحول من نفع إلى الناس لدمار للناس، وسببه نحن، وأقولها بشدة، لأن العلم بنتائجه كطائر، والطائر لا يمكن أن يطير إلا بجناحين. الجناح الأول نبحث في الكون ونرى آيات الله وتكون النتائج كما نرى تقدم وتفوق حتى صعدنا إلى الفضاء، ولكن هناك شيء نسيناه وهو ما قاله الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأن نتائج العلم لا تصان إلا بالخشية من الله، ولذلك عندما نقرأ في سورة قبل هذه السورة
سورة الروم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ترى الآيات تشير إلينا إلى أن العلم بنتائجه التي نراها أمام أعيننا إذا لم تكن فيه خشية الله يكون في ميزان الله هذا العلم كلا علم، لأن الإنسان يدمر به، وهذا هو الواقع. حتى عندما تدخلنا في هندسة وراثية شكى الناس من أمراض لم تكن موجودة من قبل، لأن الخشية من الله جناح لا بد منه لجعل الطائر يطير ويصل إلى غرضه. استطاع القوم أن يدمروا بما فعلوا من نتائج العلم لغيبة المسلمين الذين يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقلت العلماء هنا ليس منهم عالم شريعة ولا عالم فقه ولا عالم صرف ولا عالم نحو، إنما علماء الفضاء. تركنا العلم يدمر ما عمر، وتركنا النتائج تقع على رؤوسنا، مع العلم أن العلم بنتائجه كما نرى، ونرى أن بحوث العلم إنما هي فيما خلق فيما خلقه الله تؤدي جميعا إلى تحقيق هذه النتيجة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أرجو الله أن يعيننا جميعا على أن نتدبر القرآن ونعرف ما يجب علينا أولا، لأننا والله سنعود جميعا بين يدي الله ونحاسب ماذا عملنا بما أنزله الله لنا وحفظه من أجلنا ومن أجل صلاح الإنسانية كلها. إلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.